السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الله يسعد أوقاتكم. غتشوفوا معايا هاد الرشمة هادي، أنا سبق لي نزلتها في القناة ونزلتها بدون شرح. واحد الأخت طلبت مني أنني نعاود نخدمها مع الشرح. غادي نحاول ما أمكن أنني نشرح الطريقة باش خدمت كل حاجة من هاد الشي. هذا أول حاجة غادي نبدأ بهادو. الطريقة ديالهم هي أنني بلاتي غادي نشرحها، نحاول نشرحها هنايا. لاحظوا معايا واحد النقطة، يعني ليبرا كتبقى ليا هنا، وهنا غادي الدور. لاحظوا معايا هنا كتبقى الضرب في واحد البلاصه، وهنايا غادي الدور الفوق. لاحظوا معايا هذه هي الطريقه ديال هاد البيتيلات هادو. لاحظي معايا اختي كيفاش كنخدمهم. كما قلت يعني واحد النقطه اللي برا كتبقى تضرب لي هنا، واحد الاتجاه كدور واحد شويه هنايا. هذه اللي في الراس تاير بنفس الطريقه هكذا. انا كنرسم البلاصات فين كتضرب الابره. غضرب لي ليبرا هنا وغضرب لي هنا. غادي ندوزو دابا لهادو الطريقه باش غادي نخدمهم. هي هذه بحال الدروج، هذا كيتسمى طرز تونسي. لاحظوا معايا كنجي لهنا كنشد عليها فهاد القنت هذا. كنفتح العراض وكنقادو مع هاد القنت هذا. كنفتح العراض هنا، كنفتح العراض هنا وكنقادو مع هاد الجزء الاخراني من هاد الاولانيه هاد.
كنمشي وكنجي عليها حتى كتشوف كتولي مربع. دابا هذه غادي نشد عليها فهاد الجزء هذا، يعني غتشد فهاد الجزء التحتاني باش نولي غادا وكنهبط. دابا غادي ندوز لهذا المربع هذا، عفوا غادي ندير هذا المربع اللي صغير. غتشوفوا معايا الطريقه باش نخدمو. لاحظوا معايا ما غاديش ندور المرمه نهائيا، يعني غادي نمشي معاه هكذا وغادي نجي معاه هكذا. انا فاتحه العرض، لاحظوا معايا انا ولا عندي مثلث. غادي نزيد غادي هذا نخدمه بنفس الطريقه. لاحظوا معايا ما دورتش المرمه نهائيا، غادي نخدم هادو اللي في الوسط. تردو معايا البال، معايا انني ما دورتش المرمه نهائيا. دابا عاد غادي ندورها باش نخدم هادو اللي كيجيو هكذا واقفين هكذا.
دابا غادي نبدل اللون. دابا غادي نخدم هذا المثلث، هذا المربع عفوا، بحال اللي خدمت هذا. بالنسبه للاتجاهات فهو كناخذو امامي بهذه الطريقه، هذا هو الامام ديالي هكذا، يعني كنخدم هذا المثلث هكذا بلا ما ندور المربع، كنخدم هذا المثلث بهذه الطريقه هذه، هذا هو الامام ديالي. غندير اتجاه اخر، نبدأ ناخدو بهاد الطريقة هادي. وهذه هي الطريقه باش خدمتو، يعني هادو غير كيتعاودوا، غتشوفوا معايا هنا غادي نعاودهم بنفس الطريقه باش خدمت الاولانيه. يعني وحده كيكون عندي فيها غير واحد النقطه، واحد الاتجاه ديال الابره، واتجاه اخر كيدور بهذه الطريقه هذه.
كنتمنى نكون عرفت نوصل الفكرة، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.